شافكي المنيري تكشف عن أمنية خاصة لزوجها ممدوح عبد العليم. تحققت هذه الأمنية بعد رحيله بثماني سنوات. نشرت صور ابنتها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك وأكدت أنها السبب في تحقيق هذا الحلم. خلال الساعات الماضية احتفلت الإعلامية شافكي المنيري بحصول ابنتها على درجة الماجستير في لندن، ونشرت صورة لابنتها وهي ترتدي زي التخرج، وأكدت أنها احتفلت بتخرجها والحصول على درجة الماجستير وهي في سن صغيرة. حلم ممدوح عبد العليم لابنته كان أن تنهي دراستها وتحصل على درجة علمية عالية وهي في عمر صغير، وبالفعل استطاعت ابنته أن تكمل مشوارها التعليمي بين التخرج والماجستير وهي في عمر صغير جداً، فوصلت لهذه المكانة العلمية وعمرها لم يتجاوز 23 عاماً. أكدت شافكي أن ابنتها هنا تعيش في لندن منذ سنوات لاستكمال دراستها، ويرافقها في هذه الرحلة خالها عمرو المنيري، ووصفت شافكي مجهوداته بأنه بمثابة أب لهنا في هذه الرحلة. هنا هي الابنة الوحيدة للإعلامية شافكي المنيري من زوجها الفنان الراحل ممدوح عبد العليم. محمد ممدوح رحل عن عالمنا عام 2016 بشكل مفاجئ بعد تعرضه لأزمة قلبية وهو في عمر 60 عاماً، حيث كان يتمرن في صالة الجيم وبشكل مفاجئ سقط أرضاً. وبعد نقله للمستشفى اتضح أنه تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وتم إسعافه في وقت طويل، لكن القلب كان قد توقف بشكل نهائي.